بسم الله أبدأ، رحمة الله ومغفرته لشهدائنا. أما شبيحتكم وأمنكم وجندكم فإلى جهنم وبئس المصير. لضباط الرتن إخوتي، حان وقت الفرز، فإما مع الحق وإما مع الباطل. لقادة الوحدات والقطعات في الفرق القتالية في جيش الظلم والطغيان التالية: الفرقة 18، فرقة 11، فرقة 14، وحدات الفرقة الرابعة الغاشمة، الأمن الجوي والعسكري في المنطقة الوسطى، الشبيحة. أنتم تحاصرون رتنا وتلبيسة، وتنتهكون حرمة بيوتنا وأعراضنا، وتقتلون الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، وتستخدمون الطيران والمدفعية والمدرعات. لذلك أنتم أهدافا مشروعة لجندنا في الجيش السوري الحر. منذ اللحظة احذروا وارتدعوا، وإلا سنضربكم بيد من حديد تقطع رؤوس أشراركم. ونؤكد بأنكم لن تستطيعوا الخروج من المنطقة الوسطى، لأننا سنجعلها مقبرة لكم بإذن الله. وللجنود المغرر بهم في الوحدات المذكورة لم يعد لكم حجة، ولكي نبرأ من دمكم نمهلكم مدة من الوقت. اتركوا خلالها السلاح لتدخلوا بذمتنا آمنين، وإلا سنتعامل معكم كالشبيحة بعدها. وقد أعذر من أنذر. لأهل الرسن وتلبيسة الأحرار، اصبروا وصابروا إخوتنا الثبات الثبات، فلكم إخوة في الله رجال من الجيش السوري الحر لا يهابون المنية، سينصرونكم حتى يسقط الطغيان. عشتم.